أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. بداية وعلى إثر التساقطات المطرية الرعدية جدا القوية التي عرفتها 17 عمالة وإقليم بالمملكة، أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا وتزنيت والرشيدية. نتابع. على إثر التساقطات المطرية الرعدية جد قوية التي عرفتها 17 عمالة وإقليم بالمملكة، تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة بتسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا 7 أشخاص، وتزنيت شخصان، والراشدية شخصان أحدهم من جنسية أجنبية تغمدهم الله بواسع رحمته. كما أسفرت هذه التساقطات عن تسجيل 9 أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشدية وتارودانت. وتمثل هذه التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحياناً ببعض المناطق المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا و203 ملم بتنغير و114 ملم بفيقيق و82 ملم بورزازات. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية: انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا، انهيار كلي أو جزئي لأربعة منشآت فنية متوسطة، تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير ب 53 مقطعا منها، فضلا عن إلحاق أضرار بشبكات تزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية. هذا وقد عملت السلطات المحلية وكافة المتدخلين من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للساكنة. وتستمر لحدود ساعة جهود جميع المتدخلين من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكة التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 غشت 2024 عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها. وتهيب وزارة الداخلية بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيضة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لا سيما وأن الحالة الجوية ما زالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم. ننتقل الآن إلى خنيفرة، حيث تتواصل بالإقليم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة، وذلك في ظروف جيدة مطبوعة بالالتزام اللامشروط للنساء، اللواتي يبصمن على حضور قوي في هذا الاستحقاق الوطني المهم. وتنخرط الملات في هذه العملية من خلال تجميع المعطيات لدى الأسر، عاكسة قيادة ميدانية غير مسبوقة لما تظهره من تفاعل إيجابي وسلس مع المواطنين. التفاصيل مع عبد اللطيف بن طالب. بإقليم خنيفرة تتواصل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024، مشاركة المرأة في تجميع المعطيات لدى الأسر كطاقم يضم مفتشات ومراقبات ومشرفات يعكس انخراطها في هذه العملية الوطنية. حفصة بن خطاب طالبة الماستر في الهندسة اللوجستية ضمن مفتشي الإحصاء بالإقليم. بالنسبة لي هذه أول مرة كنشارك في هذه العملية الوطنية، وأنا فرحانة وكل عزم وإصرار لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني اللي تميز بانخراط ومشاركة المواطنين الذين أبانوا على تعاونهم وانخراطهم التلقائي.
حفصة قبل بدء مهمتها خضعت لمراحل تكوين ومعرفة شاملة بالمجال الترابي الذي ستشتغل فيه، إذ لم تتردد لحظة واحدة في أداء هذا الواجب الوطني. نتمنى من الأسر والمستجوبين الإدلاء معطيات صحيحة باش يكون هذا التشخيص صحيح، ونشكلوا قاعدة أساسية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لإعداد برامج ومخططات تنموية وتقييم النموذج التنموي الجديد. في جهة بن ملال خنيفرة تم التعبئة أكثر من 3000 إطار للمساهمة في إنجاح هذه المحطة الوطنية لتجميع المعطيات لدى الأسر في 135 جماعة بمختلف مناطق الجهة. وفي خبر آخر، تتواصل جهود إعادة الأعمار على مستوى عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحوز التي تضررت جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في 8 شتنبر الماضي. فعلى مستوى عدد من الدواوير الواقعة بجماعتي 3 يعقوب وإيجوكاك بإقليم الحوز، عين طاقمنا التقدم المهم الذي تعرفه عمليات إصلاح وإعادة بناء المساكن التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. ريبورتاج هن أحشي. هنا بجماعتي 3 يعقوب وإيجوكاك مجموعة من الدواوير نالت نصيبها من الدمار الذي تعرض له إقليم الحوز بسبب زلزال 8 شتنبر 2023. المنطقة اليوم تنبض بالحياة من جديد بسبب جهود إعادة الإعمار التي شهدت تطوراً كبيراً على مستوى عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم. محمد مادي من دوار أزرون سوق واحد من بين ساكنة المنطقة التي استفادت من دعم 140,000 درهم لإعادة بناء منازلهم المنهارة، ويستفيد كذلك من 2,500 درهم شهريا، وهي المساعدة المالية المقدمة للأسر المتضررة لمدة عام. أخذت الدعم ديال 14 مليون، استفدت من الدفعة الأولى والثانية والثالثة، الدار دابا راه قريبة تسالي بفضل ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو. بقات لي دابا غير واحد الدفعة الرابعة باش نفيني الدار وندخل نسكن. بضع لمسات لازالت على الانتهاء من إعادة بناء منزل رشيد رمزي من دوار أمجدول الذي عبر عن سعادته بسبب إعادة أعمار منزله ولم شمل العائلة من جديد تحت سقف واحد. الحمد لله راه استفدت من البناء ديال الدار ديالي من الدفعه ديال المجموعه ديالها 140,000 درهم. دابا شديت 3 دفعات 20,000 درهم 40,000 درهم 40,000 درهم اللي مجموعه ديالها 100,000 درهم. بقات لي دابا الدفعه الرابعه. التطور الكبير على مستوى الإقليم جاء بفضل مواكبة وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية ومختلف الجهات المعنية التي بذلت مجهودات جبارة في تقديم المساعدة للساكنة المتضررة، كما جاء في التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس القاضية بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لساكنات المنطقة. وفي مواجهة المحن والألام يستطيع البعض الحفاظ على رزانته وكرامته على غرار السيدة خديجة إدنبارك الناجية من الزلزال العنيف الذي هز منطقة الحوز في 8 شتنبر من العام الماضي، والتي تعتبر بحق نموذجا لامرأة تمكنت بعد هذه الكارثة من تضميد جراحها والمضي قدما في استشراف حياة جديدة. نتابع بورتخي محمد ورديني. بتخوم جبال الأطلس هناك بجماعة ويرغان القروية تعيش خديجة إدنبارك ناجية من الزلزال العنيف الذي هز منطقة الحوز. عام مر على الكارثة، خديجة تتذكر تلك الليلة العصيبة، غير أن ذلك لم يؤثر على إرادتها الراسخة في لملمة أمورها والعودة إلى نشاطها بفضل عزيمتها القوية ومساعدة ودعم السلطات المحلية لها. هو ديال الجماعة أنا تنترزق فيه، بعض المرات كان شي حاجة بعض المرات ما كان والو. الحمد لله دابا تنعرفوا الناس من كازا من العيون من كل شيء، اللي جا لهنا يكري ولا شي حاجة تيجي عندي يفطرو تيدير كل شيء.
في حركة دائمة تتنقل خديجة بخفة بين مطبخ مطعمها والشرفة المطلة على المناظر الطبيعية الجميلة لبحيرة ويرغان، حيث يأتي زبناؤها لاحتساء الشاي بالنعناع أو تذوق الطاجين التقليدي اللذيذ الذي تعده بعناية وشغف. أنا مهم تحرك القضية دابا، كل الناس خدامين دابا الحمد لله، خدامين واللي حل المحل ديالو تيبيع اللي كان اللي داروا تيبيعوا، إما كانت هاد البلاصة ما كان والو والحمد لله تطشها. بابتسامة هنا وكلمة ترحاب هناك تمكنت خديجة من تضميد جراحها واستشراف حياة جديدة بفضل مشروعها الذي أضحى أكثر من مجرد مكان عمل بل فضاء للتبادل والعيش المشترك والتشافي الجماعي. نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية، وفي خبر مرتبط بالوضع في السودان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تدروس أدهانوم غيبريسوس، قال إن حجم حالة الطوارئ في البلاد صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع. وأضاف غيبريسوس في حديثه للصحفيين من مدينة بورت سودان أن الصراع أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20,000 شخص ونزوح أكثر من 10 ملايين آخرين، فالوقت الذي أجبر فيه مليوني شخص آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن يواجه أزيد من 25 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرا إلى أن 70-80% من المرافق الصحية في البلاد لا تعمل بكامل طاقتها. ودعا غيبريسوس إلى ضرورة حماية المرافق الصحية وتوسيع نطاق مراقبة الأمراض ووقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم. ودوليا دائما ظهرت تقديرات حكومية أولية اليوم أن الإعصار ياجي وهو أقوى عاصفة في آسيا هذا العام خلف عشرات القتلى في شمال فيتنام وأضرارا واسعة النطاق أثناء توجهه غربا، في حين حذرت وكالة الأرصاد الجوية من حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية. وقال قالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام إن 35 شخصا لقوا حتفهم وفقد 24 آخرون بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الإعصار. هذا وتسبب الإعصار ياجي في قطع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات وعرقلة حركة السير في الطرق السريعة وتعطيل شبكات الاتصالات وسقوط جسر متوسط الحجم، إضافة إلى اقتلاع آلاف الأشجار وإيقاف النشاط الاقتصادي في العديد من المراكز الصناعية. وعودة الآن إلى الأخبار الوطنية، قام ضيوف المهرجان الدولي لسينما الجبل في دورته الثانية بأزود بزيارة لداري المعرفة التي تهدف إلى الحفاظ على التراث القروي المادي واللامادي لإقليم الزلال ونقله للأجيال الصاعدة. المزيد مع عبد اللطيف بن طالب. ضيوف المهرجان الدولي لسينما الجبل في دورته الثانية بأزود يزورون دار المعرفة، هي دار تهدف إلى الحفاظ على التراث القروي المادي واللامادي لإقليم الزلال، مبادرة أحدثتها مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة لتكون صرحا تراثيا وتأريخيا للمنطقة. تشرفت مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة بتأسيس هذا الفضاء المتحفي الذي سمته دار المعرفة، وكان القصد من دار المعرفة أولا لكونها يضم متحفا ومكتبة أهديتها من 3700 مجلد في جميع التخصصات. زيارة دار المعرفة هي ضمن برنامج الدورة الثانية للمهرجان الدولي لسينما الجبل، التظاهرة التي تهدف إلى إدماج جهة بن ملال خنيفرة في الحركية السينمائية والثقافية بشكل عام. هذا المتحف الذي لا يقع داخل الفندق بل بجواره، أي بمعنى أنه يتعاون مع الفضاءات الأخرى المفتوحة ثقافيا. دار المعرفة القصد منها هو أن تكون دار للمة العلمية ولتبادل المعارف وللتواصل وللإنصات.
هذه المعلمة التراثية تضم مكتبة ومتحفا إثنوغرافيا يهدفان إلى تسليط الضوء على المكونات الجيولوجية لجهة ابن ملال خنيفرة وكل ما تحفل به من تراث وعبق تاريخي. ووطنيا دائما اعتبر باحثون وأساتذة التأموا في ندوة علمية بأزمور أن الاعتراف الأممي بتراث الملحون تراثا لا ماديا للإنسانية يمكن أو يمكن من تحقيق مقاصد تتعلق بالتوثيق والتعريف والإشعاع. بقي تفاصيل مع رضوى المستقيم. ماذا بعد الاعتراف الأممي بتراث الملحون كتراث لا مادي للإنسانية؟ موضوع شكل محور ندوة نظمت بأزمور بمناسبة اختتام المهرجان الدولي لفن الملحون ملحونيات. باحثون وأساتذة التأموا في هذه الندوة اعتبروا أن الاعتراف الأممي بتراث الملحون تراثا لا ماديا للإنسانية يمكن من تحقيق مقاصد تتعلق بالتوثيق والتعريف والإشعاع. فتح باب أسئلة المقاربات الجديدة التي يجب أن تنخرط في حيوية الملحون بحكم أن للتصنيف دفتر تحملات. دفتر التحملات هذا ينبني على مجموعة من المعايير، وهذه المعايير كلها تنصب في سؤال كبير وهو أين هي جوانب الثقافة الإنسانية المشتركة في هذا الشعر الغنائي. الطفرق التي عرفها الملحون وهذا الارتقاء وهذا التتويج الذي توج الملحون كتراث لا إنساني لا مادي لم يأتي من عبث وإنما أتى من إرهاصات دامت زهاء 7 قرون. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية دار الملحون بأزمور والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بإقليم الجديدة. برنامج إن شاء الله الرحمن الرحيم لا يخرج الوجود كما قلت في الكلمة ديال التوقيع غيخرج في الوجود في آخر شهر 11، برنامج مفصل على جميع الأنشطة اللي مبرمجة، وهذا الشيء ما كيمنعش بأن غيكونوا في السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم أنشطة واحدين أخرين يكونوا اللي كتحتمهم الظرفية. الندوة فصلت في هذه المقاصد التي يمكن تحقيقها من خلال 3 مداخل محورية. المدخل الأول يتعلق بتدريس شعر الملحون بالجامعة المغربية، أما المدخل الثاني فيتعلق بإحياء مراكز الملحون بالمغرب، فيما يهم المدخل الثالث التوثيق الشعري والنغمي من خلال طبع دواوين شعراء الملحون، وهو محور تأكيدي للعمل الجبار الذي تقوم به أكاديمية المملكة المغربية. نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الرياضية. فاز الفارس الغالي بقاعة أمس بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المسابقة البارزة ضمن المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم والتي احتضنت أطورها حلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة على مدى 3 أيام. عودة مع رضوان المستقيم. ممتطيا الفرس أكيس وبحلبة المدرسة الملكية للخيال بتمارة، فاز الفارس الغالي بقاع بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المسابقة البارزة ضمن المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم. الفارس بقاع احتل المركز الأول بعد خوض مباراة سد فاصلة أنهاها بدون خطأ وبتوقيت 41 ثانية و63 جزءا من المئة، كما ظفر بالمركز الثاني ممتطيا هذه المرة الفرس أوغولينو ديكلو بعد اجتيازه مباراة السد بدون خطأ. بذلت كل ما في وسعي لتحقيق الانتصار، كما أن الفوز جاء قبيل تنظيم استحقاق كبير يحظى بأهمية كبرى على مستوى الجانب النفسي. الخيول التي امتطيتها كانت ممتازة وأتمنى أن تظل على هذه الحالة في المستقبل وتشرف بلادي خلال الدوري الملكي المغربي. المركز الثالث في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى كان من نصيب فريد أمنزار ممتطيا الفرس تشيرتشل زيد بعد اجتيازه مباراة السد بدون خطأ، متقدما على التوالي على كل من سامي الشرقاوي ممتطيا الفرس شكسارا والملازم أول ياسين القلش ممتطيا الفرس دريك دالتون باش. المدرسة الملكية الخيالة اللي كل عام تزيد لمسات جديدة في المباريات كما الحلبة
الحواجز الشيف دو بيس اللي جاي من الدول العربية اللي درنا واحد المطاف جد صعب باش نوجدوا الخيول ديالنا للمروكو غويل طوغ اللي دابا جوج الاسابيع باش الفريق الوطني يكون في احسن الموج ديالو باش يكون يربح بجوائز الكبرى ان شاء الله. وفي نهاية المنافسة أشرف مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية أشرف على تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للفائز باللقب، كما تم تتويج الخمسة الأوائل في الترتيب النهائي. وقبل الختام، يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم منتخب ليسوتو لرسم الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب في الفترة الممتدة بين 21 من دجنبر 2025 و18 من يناير 2026، وستجرى المباراة على أرضية ملعب أدرار بمدينة أكادير بداية من الساعة 8 مساء. وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره الجابوني بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. دمتم في أمان الله.